احنا الان راح نسجل اشجار الربط، هذه اشجار الربط كما تشوفوا معايا، يعني الورقه كلها مبله، يعني وصلت واحد الكميه ديال الدول الشجره، يعني على ما اظن انها تكون يعني عمليه ناجحه ان شاء الله. دائما بالنسبه للخبراء في الميدان مهندسين ومؤطرين في احدى المعاهد الفلاحيه في المغرب، ودائما النقل يعني من طرف التطبيق المشرف عليها سي عبد الحكيم السيدي. انا ما اظن يعني التجربه ناجحه 100%. كنشوف واحد النسبه ديال الكبيره ديال الورق اللي قاصها الدواء وفزقات،